السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سعود الخميس صاحب دونت سعود نولوجي التقنية، وإن شاء الله اليوم راح نتكلم عن السوارة اللي خلوها خارقة وديناصور وتسوي كل شيء وتقومك من النوم وتقول لك يلا السحور وتتسحر عنك وتفطر عنك. بالمختصر السوارة المفيد منها إنها تقيس نشاطك، وفي ميزة ثانوية إنها تعرض لك الساعة. بس هذه السالفة انك مثلا تحدد هدف مثلا 3000 نقطة 5000 نقطة تسويها في اليوم وتشارك فيها اصحابك. يعني هذه السوارة بكل بساطة، لكن تتميز السوارة بتصميمها الرائع الجذاب، يعني مقارنة بغيرها ومنافسينها ومصابيح الليد اللي تنعرض فيها. طبعا هذه السوارة جدا لطيفة، وسعرها ب149. طبعا اذا شريتها من امريكا راح بتكون ب165 مع الضرائب. طبعا عندنا الله يصلحهم يبيعونها بألف بألف وشوي وكذا، وخلوها استغلال. طبعا مو بس عندنا، حتى امازون رافعين سعرها فوق ال200 دولار، لان نايك تنزلها بشكل محدود، يعني تنزل دفعة وتخلص، ثم ينتظرون العالم تنزل دفعة وتخلص. لكن خلونا نسوي انبوكسنج للجميلة. طبعا الكرتون جدا رائع، طبعا تصميم نايك يعني شيء طبيعي. بتجيك السوارة بهذا الشكل، هذه هي شكل السوارة، لكن المميز في السوارة ان يجي معها وصلة زيادة عشان الحجم. طبعا هي ثلاث احجام، سمول وميديوم ولارج. طبعا انا استخدم السمول. تجي هذه القطعة مع السوارة عشان تقدر تفك السوارة نفسها، تقدر تفك السوارة نفسها وتضيف القطعة الجديدة اللي جايبينها نايك معها. طبعا هذه القطعة عشان تضيفها زيادة. وغير كذا، غير القطعة عندك هذا السلك USB عشان تكون بعيد عن الحاسب، وهذا المسند انك تقدر تحط السوارة فيه. طبعا انا عندي مشكلة مع الكراتين، هذا المسند بالمختصر، ما هذا المسند، لاحظوا هذا شكله، وتحط عليه هذا USB وتوصل فيه القطعة على طول بهذا الشكل، إذا كنت ما تبغى توصل القطعة بشكل مباشر إلى الحاسب. طبعا تبغى توصلها بشكل مباشر، هذا USB حقها تشبكها على الجهاز على طول. طبعا طريقة السنك لهذه القطعة في تطبيق للايفون، يعني تنزله ويسوي سينك لاسلكي من خلال بلوتوث، وايضا يمديك تسوي سينك من خلال موقعهم اللي موجود. طبعا راح اشرح لكم بشكل بالصور وبشكل نصي، يعني لازم وضروري انك تزور يعني المقال النصي عشان تشوف كيف اول ما تشتري السوارة اللطيفة هذه وتشبكها بجهازك كيف تسوي سينك وتسوي لك اكاونت وتشارك اخوياك فيسبوك وتويتر وتعرف الاهداف اللي انت تحطها وكل شيء خاص في السوارة. اول ما تشتري السوارة لازم تشبكها على الحاسب عشان تعرفها وتسوي لك حساب عند نايك، وتربط هذا الحساب بالفيسبوك تويتر وشي زي كذا عشان يتابعون ايضا اخوياك نشاطك. طبعا انا بما اني محمل البرنامج في السابق، نروح للبرنامج، هذا هو البرنامج اللي هو نايك. اول ما رحنا نايك راح يعني يعرف ان السوارة شغالة، ثم راح يودينا بشكل تلقائي الى موقع نايك عشان نعرفها. طبعا هي خمس خطوات تقريبا. اول شيء تقيس طولك 170 والوزن 55 كيلو، 55. تبيها هنا يسار ولا يمين؟ طبعا بنحطها يمين بما انك تلبس ساعة. لو قلنا لو تبيها ساعة تخليها على اللفت، عموما بكيفك. وهنا الاهداف اللي تبي تحققها، نشاطك كم تبي؟ تبغى 2000 نقطة، 3000. طبعا انا بحط 3000 وسوي نفسي بطل، ثم نكس. ثم بيطلب منك يا انك
تسجل دخول بالفيسبوك او تويتر او تسوي لك اكاونت على نايك. طبعا انا مسوي لي اكاونت ومخلص، بالتالي ابدخل الاكاونت حقي. طبعا لازم تكون متصل على النت اول ما تشبكها، ثم تقول له يعني ارسل لي الاشياء هذه لايميلي اول باول والابجريد والتحديثات. الحين يقول لك انك خلصت السالفة وسويت لها زي عرفت حسابك فيها ودخلته في هذا، زي بتلقى في السوارة بتحصلها تأشر وتقول لك جو جو. طبعا الحين بيرجع لنفس البرنامج، هذا البرنامج خاص بالماك، بيقول لك ستارت، بيعلمك وش هي السوارة وش الفائدة منها وشي زي كذا، وبيقول لك انك يمديك تتابعها من الموقع، يمديك تتابعها من التطبيق وتسوي لها سينك. وهنا يقول لك اضغط هنا عشان تروح لاب ستور تحمله بشكل مجاني. طبعا هنا بيقول لك نتصفح موقع نايك، بنروح موقع نايك ونشوف الحساب حقنا فيه. طبعا اول ما تدخل موقع نايك تحصله بهذا الشكل، طبعا تصميم خارق جدا. طبعا اول خيار هنا هذا الاكاونت حقي، طبعا تشوفون انا حاصل 9820 نقطة، هذا نشاطي. طبعا يجيب لك احصائية شيء زي كذا، وهنا يقول لك كونتاكت عشان توديه لاخوياك الفيسبوك عشان تلقى اخوياك، هل في من اخوياك يستخدمون ولا لا، صورون اخوياك. وهنا الداشبورد، الداشبورد اللي هي اللوحة اللي تعلم كل سالفة حسابك من الطقطق الى السلام عليكم على ما يقولون. طبعا هنا تشوف، وهنا الاكتيفيتي التفاعل حقك او نشاطك، يوري لك بشكل احصائيات بشكل جميل جدا. يعني لاحظوا بالايام يوريك الاربعاء والخميس الجمعة وشي زي كذا، يعني توداي اليوم 117 نقطة سويتها. وهنا البليس، طبعا اذا كان باللوكيشن مربوط فتشوف الاماكن اللي انت ماشي فيها. طبعا ما قد جربتها للأسف، تقول له يعني تعطيه تسمح له بهذا الشيء. طبعا هذه زبدة الموضوع، لكن خلونا نروح السيتينجز عشان نشوف شلون نغير اعدادات. لاحظ كيف اللوكيشن والفلة طلعت لنا هنا. طبعا رحنا السيتينجز حق الاكاونت حقنا، طبعا هنا تكتب اسمك، وهنا تحمل صورتك، هنا تحط انك رجل، هنا تحط ميلادك، وهنا طبعا يطلع لك طولك اللي هو 1.75 متر، وهنا يطلع لك اشياء اخرى. والشيء الاخر والمهم اللي هو الاكاونت سيتينجز، هنا الباسورد وتغيره ولا لا، وهنا تبغى تنشرها للناس ولا تبغى تنشرها لاخوياك بس، طبعا انا حاط بوبليك. وهنا الايميل يقول لك وش تبغاني ارسل لك، يعني وش الاشياء اللي ارسلها لايميلك، ترس سيف. وهنا الشيرنج، هنا تربط حسابك الفيسبوك وتويتر وتقول له اذا سويت سينك او اي شيء اخر انشره بشكل تلقائي. وهنا طبعا تبغاه يحسب لك بالميل، طبعا حاط بتحط بالكيلو عشانك يعني. وهنا ايضا تحط ما تحط بالباوند، تحط بالكيلو. هنا بالميل والكيلو، بعدين سيف. وهنا طبعا عشان توصل للأشياء اللي تبغى توصل، مثلا هنا يطلع لك البرامج اللي تقدر تحملها على جهازك. مثلا هنا إذا أنت عندك آيفون من الأب ستور تروح على طول، وهنا لو عندك مثلا جهاز ماك ولا ويندوز ولا شيء زي كذا على طول تحمله زي ما أنتم شايفين. طبعا هذا بالمختصر كيف تسوي لها سيتاب للسوارة. خلونا ننتقل نشوف كيف نربطها بالايفون بشكل حي، وكيف نتعامل مع السوارة ايضا، يعني بوريكم اياها بشكل حي كيف نفعل بلوتوث والاشياء الاخرى. طبعا في شيء نسيت اشرح اللي هو البرنامج على الماك، طبعا تقدر تتحكم بكل شيء من هنا. مثلا وزني كذا وهذا طولي زي ما حددت قبل شوي، يمديك تعدله بشكل سريع من هنا. طبعا هذا بروفايل حقك، وهنا التايم بيحدد على حسب الجهاز. وهنا الكستمايز يقولك تبغاني اطلع لك الوقت، تبغاني اطلع لك كذا، وتبغاني اطلع لك من هنا تغيرها. وهنا ايضا تطلع خيارات اخرى.
وايضا هنا يقول لك الهدف يمديك تغيره من هنا ايضا. طبعا في شيء كويس حبيت انبه عليه هنا، فاكتوري ريسيت. طبعا هذه اذا مثلا جيت بتبيع السوارة ولا تبي تمسح كل شيء فيها بتعيدها من جديد او تحط حساب جديد، ترص هذا الخيار بعدين ريسيت، راح يعيد لك السوارة كأنها جديدة. الحين راح نتعلم كيف نتعامل مع السوارة. طبعا اول ما تحطها في يدك راح يطلع لك الهدف، طبعا 45 انا حاط 3000. شوف النقطة الحمراء والنقطة الخضراء، هذه تزيد كل ما زاد عدد النقاط انك بتوصل للهدف او عدد الخطوات. طبعا هنا وهنا عدد الخطوات، لاحظوا 52 خطوة مع اني ما لبستها الحين، عشان كذا هي تعتمد بالهز، ما لها دخل لا في قلبك ولا اي الخرابيط اللي مكتوبة في المعلومات وخلوها خارقة وخلوها كل شيء. وهنا التايم انك تقدر تستخدمها كساعة، علق عليه لين تطلع لك علامة بلوتوث. طبعا بسوي لها اول شيء سينك، اذا طلعت علامة بلوتوث تضغط ضغطة واحدة تروح للايفون عشان تسوي لها اقتران، راح تطلع لك النايك زي كذا عشان تسوي لها اقتران. طبعا ما راحت يعني اكثر من 10 ثواني او 20 ثانية. لاحظوا الحين سوى لها سينك علامة الصح. الحين نروح البرنامج سوارة، طبعا هنا يعلمك اول ما تدخل يعلمك كيف تسوي لها سينك واشياء زي كذا. طبعا الحين بيقول لك يعني انك تدخل للفيسبوك ولا تويتر ولا حسابك في نايك. طبعا انا بدخل بحسابي في نايك. طبعا لازم تكون متصل بالنت عشان تقدر تخش، هي معتمدة على النت ايضا. خشينا على النت، خشينا على النت، الحين نسوي لودينج وندخل على حسابنا. طبعا الحين بعلمكم شلون تسوي لها سينك وشي زي كذا. طبعا الحين انا بعلمكم بالطريقة بالضبط. اللي عليك تسويه اول ما تربط السوارة تضغط عليها بشكل مطول بهذا الشكل، بيسوي سينك. اول ما يسوي سينك تضغط هنا، طبعا هنا حددنا الهدف انه 3000 وراح يسوي لها سينك. طبعا انا لان ما لها ولا اي حركة، خلونا نشوف الحين. لاحظوا علامة بلوتوث شغالة، لو اهزها بهذا الشكل لاحظتوا انها بالهز بالهز، لاحظوا قاعد يزيد 47 48 49، ما له دخل في قلبك وما له دخل في اي شيء، هو يعتمد بالهز فقط وهي في يدك. يعني يمديك تغش العالم، تسوي هز كذا لمدة 3 ساعات وتجيب الهدف وتقول انا القوي وشي زي كذا. طبعا راح يوريك هنا الاكتيفيتي حقتك، وهنا يوريك اخوياك اللي عندك في الفيسبوك شي زي كذا عندهم نفس السوارة. وهنا طبعا حسابك تقدر تعدل فيه. طبعا انا حسابي واصل 9000 ومدري كم نقطة، ومعني ما استخدمته الا مدري كم يوم. فهذه زبدة الموضوع. اتمنى يكون التقرير افاد الجميع، واتمنى انه يكون يعني قد التطلعات على الناس اللي انتظروا. ويلا يعطيكم العافية.